تستمر المدارس التربوية في المملكة بإقامة حفلات لتخريج طلبتها بدءا من مرحلة البراعم وحتى المرحلة الثانوية. نورسات الأردن شاركت عددا من هذه الاحتفالات البهيجة وأعدت التقرير التالي. المسيرة التعليمية هي حقل واسع من المعرفة والإدراك، والمرحلة الثانوية هي جزء من هذه المسيرة التي ينجزها الطلبة ليسلكوا بعدها طريقاً آخر من العلم والتعلم. ومع نهاية العام الدراسي تقيم المدارس وحفلاتها ابتهاجاً بتخريج أفواج جديدة من طلبتها. مندوبة عن سمو الأمير فيصل ابن الحسين، رعت سمو الأميرة آية الفيصل احتفال كلية دي لاسال لفرير بتخريج الفوج 61 من طلبتها للمرحلة الثانوية بحضور مدير عام الكلية السيد جابي غزاوي والفرير البير وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجموع أهالي الطلبة والمدعوين. وألقى السيد غزاوي كلمة شكر فيها سمو الأميرة آية الفيصل على رعايتها حفل الكلية وهنأ الطلبة وذويهم وأضاف: نشكركم على ثقتكم بكلية دي لاسال لفرير، فها هم أبناؤكم يحصدون عميق هذه الثقة بفرحة تخرجهم. واشتمل الحفل الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بعمان على إلقاء كلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتقديم فقرات وطنية وشعرية وفلكلورية منوعة وتسليم الشهادات للطلبة الخريجين. واحتفالاً بتخريج طلبة ثانوية الكلية أقيم قداس الشكر في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال، ترأسه قدس الأب وسام منصور المرشد الروحي للأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن بحضور مدير الكلية جابي غزاوي والمعلمين والطلبة وذويهم. ورعت صاحبتا السمو الملكي الأميرتان سارة وعائشة الفيصل حفل تخريج الفوج 32 لأطفال روضة الراهبات الفرنسيسكانيات مار يوسف بحضور مديرة المدرسة الأخت إيلين فرح ووزير المياه السابق الدكتور حازم الناصر ومديرة الروضة الأخت دانييلا وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدرسة وجموع أهالي الطلبة والمدعوين. وفي كلمة الأخت إيلين التي رحبت فيها بسمو الأميرتين وأثنت فيها على جهود المعلمين والمعلمات في إخراج جيل متعلم يعي دوره الإيجابي في المجتمع، وقدم الأطفال مجموعة من المقطوعات الغنائية وفقرات تعليمية وتثقيفية منوعة. واحتفلت مدارس البطريركية اللاتينية في محافظة مادبا بتخريج طلبة وطالبات المرحلة الثانوية فيها برعاية معالي عقل بلتاجي والبطريرك فؤاد طوال وبحضور الأب الدكتور أشرف النمري مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية ومدراء مدرستي البطريركية للبنين والبنات في المحافظة الأستاذ فراس شويحاد والسيدة شادي حداد وعدد من أصحاب السعادة والعطوفة ومسؤولي المحافظة ومعلمي المدرسة وأهالي الطلبة والمدعوين.
وألقى الأستاذ شويحات كلمة توجيهية جاء فيها إن مدارس البطريركية تسعى دائماً لتقديم نوعية تعليم متميزة لطلبتها لتساعدهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم، فالمدارس البطريركية تعطي بلا حدود لأنها تعلم بأن لا حدود للعلم. واشتمل الحفل على تقديم كلمات للخريجين عبروا فيها عن عميق شكرهم وتقديرهم لمدرستهم ومعلميهم على كل الجهود التي بذلوها من أجلهم ليبدأوا بداية حلم جديد يخط أبجدية حروفه على سطور النجاح، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية وطنية قدمها عدد من الطلبة الخريجين. وفي ختام الحفل قدم معالي عقل بلتاجي كلمة قال فيها: إنني أهنئ الجميع بهذه الفرحة الغامرة، فالعمل والتعليم هو جد واجتهاد، والطلبة اليوم ومن خلال ما ألقوه يعبرون عن عميق ولائهم لوطنهم ولمدرستهم هذا الصرح التعليمي المعطاء. وفي كلية راهبات الوردية لشميساني رعت الأخت مشلين معلوف المنتدبة الإقليمية لرهبنة الوردية حفل تخريج الفوج 69 لأطفال الروضة بحضور الأب جهاد عماري مدير عام مدارس مطرانية الروم الكاثوليك، والأخت كونشيتا حسان مديرة الكلية، والأخت ليتيتسيا حداد مديرة الروضة. وألقت الأخت حداد كلمة جاء فيها: إنه ليطيب لنا أن نعد هؤلاء الصغار لدور محوري وحضور فاعل في المجتمع ومشاركة مثمرة في بناء الذات ليصبحوا عناصر إيجابية في مجتمعهم. وخلال الحفل عرض فيلم قصير لأجيال سابقة من براعم الوردية درست وتخرجت من هذا الصرح التعليمي، كما قدمت مجموعة من الفقرات المنوعة أداها الأطفال ببراعة. احتفلت أيضا مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام بتخريج الفوج 19 من أطفال الروضة، حيث رعت الآنسة ريبيكا عودة الحفلة ممثلة عن الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن بحضور الأخت كلوديت دبابني مديرة الروضة وجموع من الأخوات الراهبات وذوي الأطفال ومعلمي المدرسة. وفي كلمة الأخت دبابنة التي أثنت فيها على دور المعلمين وجهودهم التي يقدموها من أجل الحصول على مستوى أفضل للأطفال، وأضافت: ما أجمل وما أطيب أن نرفع الحمد والتسبيح والثناء للعناية الإلهية التي رعتنا برأفتها وجادت علينا بنعمها الغزيرة. وقدم الأطفال خلال الحفل فقرات فنية ووطنية وفلكلورية منوعة، وفي الختام تم تسليم الشهادات للأطفال الخريجين متبادلين الصور التذكارية.